بسم الله الرحمن الرحيم. ولد رضي الله عنه بجيلان وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان في سنة 71 و400، وكان في طفوليته يمتلئ من الرضاعة في نهار رمضان عناية من الله تعالى به. ولما ترعرع وسار إلى طلب العلوم وقصد كل بفضال عليم ومد يده إلى الفضائل، فكان أسرأ من خطو الظليم وتفقى بأبي الوفا علي بن أكيل وأبي الخطاب الكلوذاني مهفوت بن أحمد الجليل وأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى وغيرهم مما تنس لديه رئيس العلوم وتجلى. وقرأ الأدب على أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي وقد بس منه يقدم وخذ علم الطريقة عن العارف بالله الشيخ أبي الخير أماد بن مسلم الدباس. ولم يسمع القاضي أبي سعيد المبارك الحلقة الشريفة صوفية وتأدب بآدابه الوفية ولم يزل ملهودا بالعناية الربانية عرجا في معالي الكمالات بهمة آخذا نفسه بالجد مشمرا عن سعيد الإجديان نبيدا لمعلوف الإسعاف والإسعاد، حتى أنه مكث 25 سنة سائرا في صحراء العراق وخراباته لا يعرف الناس ولا يعرفونه، فيعدلون عن أمره ويصرفونه. وقاسى في بداية أمره الأخطار فما ترك أولا إلا ركب وكفر منه الكفار، وكان لباسه جبة صوف وعلى رأسه ريكة يمشي آفيا في الشوك والوعير لعدم وجدانين علي يمشي فيها، ويكتاد ثمر الأشجان وكمامة البقل ترمى وورق الشيش من شادي النار، ولا ينام غالبا ولا يشرب الماء وبقي مدة لم يأكل فيها طعاما، فلقيه إنسان فأعطاه سرة دراهم إكراما، فأخذ ببعضها خبزا سميدا وخبيصا وجلس ليأكل وإذا بركعة مكتوب فيها إنما جعلت الشهوات لضعفاء عبادي ليستعينوا بها للطاعات. وأما الأقوياء فما لهم الشهوات فترك لك وأخذ المنديل وترك ما كان فيه وتوجه في القبلة وصلى ركعتين وانصرف، وفهم أنه محفوظ ومعتنى به وعرف. اللهم انشر نبات الرضوان عليه وامد